السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الأتواب. كما كتشوفوا اليوم عندنا تويبات ديال البرد، هذا التوب ديال بولير ديال البرد، هذا كيجي في المونطو كيجي بالصيفات، كيجي في صالة رومية، ولا كديريه مثلا ملاقي، كيجي غير ملاقي بالماكينه، كاين هاد اللوينات هادو. بالنسبه للثمن ديال هاد التوب بولير، هذا كيدير 30 درهم المترو. والناس ديال الجمله، يعني كما العاده الا بغيتي شي حاجه غادي نقسم لها الثمن ديال 30 درهم. اللي بغيت توصل مع مول المحل غتهبطوا الاول تعليق، غتلقاو الرقم ديال التليفون ديال مول المحل وتواصلوا معاه وتفهموا مع الثمن ديال الجمله. كما قلنا راه الثمن ديالو داير ليه 30 درهم المترو، والناس ديال الجمله راه غادي نقسم لها الثمن ديال 30 درهم. اللوينات ديالو هما هادو، توب بولير 30 درهم المترو، مول المحل راه كاين في مدينة سيدي بنور. اللوينات ديالو هما هادو، راه يمكن يجي في السيرفير، يجي جلابة، يجي كسبات روميين ديال البرد، خفيف التوب ديالو راه خفيف، يعني بولير راه معروف خفيف وسخون. كاين فيه هاد اللوينات هادو، كاين حتى هاد اللون هذا حتى هو فيه اللوينات، حتى هو راه داير 30 درهم المترو. هذا اللي بغيت تميلونجي مع هاد المارو هذا راه كيمشي معاه، بغيتي مثلا ديريه حتى مع هذا، هاد الخزي هذا راه كيمشي معاه حتى هو، كيجي ديغرادي. كيمكن مثلا ديري شي قبيات مثلا الدراري الصغار ولا الكبار، يعني راه هذيك كتجي قبية، هذيك كديريها بالقب فوقاني، وكديري مثلا سروال من هذا، ولا كديري حتى من هذا حتى هو. يعني اللوينات كما كتشوفوا راقيين ديال هاد البولير، بولير ديال 30 درهم المترو. اللي بغيت يتواصل مع مول المحل تهبطوا الاول تعليق، تلقاو الرقم ديال التليفون ديال مول المحل يمكن تواصلوا معاه. من بعد مول المحل راه كاين في مدينه سيدي بنور. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالبارطاج وبالضغط على زر الاعجاب، زر لايك كتشجيع علينا باش ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال اتواب ديال البرد والجديد ديال القفطان والجلابة المغربية. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون للإعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.